السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم في ميزون. اليوم جبت لكم وصفة لبنية، وصفة بنينة بزاف وخفيفة بزاف وسهلة كما يحب القلب. بلا ما نطول عليكم، نتكلوا على ربي سبحانه ونبدأ لكم ديركتومون في المقادير. هنايا عندي كيلو تاع فارينة كما راكم تشوفوا، جبت كيلو كومبلي وحطيته، زوج مغارف تاع السكر، زوج مغارف تاع زيت، مغرفة كبيرة تاع خمارة الخبز، زوج حبات بيض، زاز تاع واحدة قارص، لافاني مغرفة تاع قهوة، شوية ملح، والماء دافي باش نطمو به. وعندنا تاني المعجون والسكر للتزيين. هنا عندنا الكيلو تاع الفارينة، نزيدو له زوج مغارف سكر، مغرفة كبيرة تاع الخمارة تاع الخبز، لا لوفور بولونجير، نخلط. نزيد لهم زاز تاع سيترون مبشور القارص، لافاني والملح، زوج مغارف كبار تاع الزيت، ما تكثروش الزيت باش ما تفسدش، باش ما يفسدوش لي بنيون بعد. وهنا نزيدو زوج حبات تاع البيض ونطمو العجينه تاعنا بالعقل. نسيو نبسوها، كان عندنا كاس تاع ماء دافي نضمو به العجينة. مع الأخير نقولكم شحال درت بالضبط تاع الماء دافي. لاباط ما يليقش نعجنوها، نضموها برك. هنا كنت استعملت حوالي كاس وربع تاع ماء، جي اتيليزي اونفيرون ان فيغي كاردو. دوكا نغطي العجينة بلا بالفيلم اليمونتير، نخليها تريح ومن بعد نعاود نولي ليكم ان شاء الله. بعد ما ريح العجينة تاعنا، بعد ما خليتها ريحت مليح، نجبدها، راهي طرية راهي شابة، نجبدها. جو فارين لو بلون دو ترافاي، نقسمها على زوج، نقسمها على زوج، حلوها بالحلال. عجينة راهي ساهله للخدم. Et ça s'agrandit tout le temps. Quand on roule, ça s'agrandit. Et ça s'agrandit à chaque fois qu'on. نجيب un cercle, طابع. وندير دويرات. Maintenant, il me reste qu'un au milieu. ونحي. ودوكا نحطهم في سنيوة باش يريحوا. Après deux. Un torchon propre. ومن بعد كملت درت كامل لاباط. بيان سور ما كنتش وحدي، ولادي ما شاء الله عليهم عاونوني، ما قراوش اليوم. دوكا نخليهم يريحوا شويه، واحد 10 مينوت ان كاردور ان شاء الله، ومن بعد نروحوا نقليوهم. في مقلاة درت فيها الزيت، وهنا جي بري دو بابي كويسون وحطيت فوق البنيه بالعقل ونحطه في المقلاة. لاستوست باش تستعملوا البابي كويسون مع لي بنيي هي بور ايفيتي لي تراس تاع لي دوا، لي تراس تاع صبعتين في لي بنيي اون فوا يطيبو، باسكو كي نتوشيو لي بنيي بيدينا اون فات تخرج هذيك لا تراس تاع صبعتين كي يطيبو، تولي بيضا البنيي كامل طايب وهما لي تراس بيضا. دونك بهاد البابي كويسون فوز ايفيتي كامل لي تراس تاع صبعتين لي بنيي ديالكم. vous allez voir دوك تشوفوا النتيجه. شوفوا شحال شابين، الله الله، يا اوكين تراس تاع صبعتين،
وهنا راني نحط لي بينيي دون اون اسيات، راني نحطها فوق تبسي فيها بابي ابسوربون، فيها السوبالا بوغ ابسوربي شويه الزيت هذيك تاع لي بينيي. ودوكا نكمل نطيب كامل لي بينيي ان شاء الله ونعاود نولي لكم. هاملك لي بينيي تاعنا، شو شحال شابين، شوفوا 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 هاي الليل ما شاء الله. نتقبوهم تقبه صغيره ماشي بزاف، ما ديروش فتحه كبيره، شوفوا لداخل كيفاش جايين فارغين. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ديروها هاد الوصفه ما تندموش. هنايا جردرت عصيات فيها السكر، ديروا السكر وهما سخونين. وهنايا راني حندير المعجون تاع لابغيكو، مربى المشمش، دير المعجون تاع لابغيكو. فوالا هاي لك البنيه تاعنا ما شاء الله. تقدروا ديروا له لا باتا تارتيني كيما نوتيلا، ولا انا هنا مانيش حندير الشوكولا، حندير غير بالمعجون. نكمل كامل ونعاود نولي لك. انا راني كملت لي بنيه دوكا، نحطهم في طبق التقديم ان شاء الله ونعاود نولي لكم. ما تروحوش ما نطولش. كيما راكم تشوفوا معايا هاوليك الشكل النهائي تاع لي بنيي اللي وجدتهم. يسون ترو بون مانيفيك، ما عندكم حتى عذر باش تشريوهم من المحلات المره الجايه ان شاء الله. حبيت برك نفتح قوسين ونقول لكم باللي لي بنيي بهاد لا غوسيت مشروع مربح بزاف اللي حابه تخدم على روحها، باسكو الكيلو تاع الفرينه يقطع بزاف بزاف. للاسف وصلنا الى نهايه الفيديو، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها ورجعوا لي الخبر في لي كومونتير. ما تنسوش ترسلوا الفيديو للاصدقاء وتابونيو في القناه. نعطيكم موعد قادم ان شاء الله في فيديو قادم. ما عليا غير نقول لكم سلام.